سوكا بنت زي بنات كتير بتحب ركوب الخيل، لكن حبها للخيل خلاها تحلم ان يكون عندها مزرعة خيول خاصة بيها وتعلم الناس ركوب الخيل. حبيت الخيل جدا لدرجة ان انا بقيت عايزة ان انا يكون عندي خيل او يكون عندي مزرعة، ده كان حلم من احلامي يعني. والحمد لله اول ما بدأت ان انا اجيب خيل، جبت الاول فرسة صغيرة عشان اربيها، وهي الحمد لله كبرت دلوقتي بس مش دي. وبعدين جبت بعدها كذا فرصة يعني، وبقى عندي يعني الحمد لله يعني حوالي 5 أو كده يعني. فأنا بدأت إن أنا أمر الناس صحابي في الأول، وبعد كده الحمد لله بدأ إن في ناس كتير جدا بتتعلم معي. أنا كان نفسي إن أنا يكون عندي مزرعة وإن أنا أمر لركوب الخيل ونشجع الناس أصلا على الخيل أو ركوب الخيل وتعلمهم. الفترة اللي جاية نفسي يكون عندي بدل مزرعة 2 و3 ويكون عندي فريق كبير. دلوقتي سوكا بتستقبل في مزرعتها عدد كبير من المتدربين اللي بتعلمهم أبجديات ركوب الخيل لحد ما يوصل لدرجة انه يبقى محترف. اتعلمت ألف به ركوب خيل، ان انا ازاي اتعامل مع الفرس، ازاي اخليني احب الفرس، هو خليه يحبني هو كمان، ازاي اخليه يطوعني واتحكم فيه بشكل كويس، اتحرك بيه يمين وشمال. اتعلمت ازاي اركب السرج على الحصان، على ظهر الحصان، وازاي ان انا اوجهه وامشي بيه في صحراء، في مطبات، في اي حاجة. اتعلمت ان انا اركب الخيل، اركب وامشي ترد وامشي مسار واخش كانتر واتمشى بيهم عادي، ان انا افك الحصان بدل ما هو يوقعني وكده امسك نفسي. نعلم الشباب ركوب الخيل قبل اي حاجة، بيتعلم يحب الحصان والحصان يحبه عشان يعرف يركبه ما يخافش منه. بتديله الثقة اللي هو ما بيلاقيهاش بره، هو حاجة جديدة عليه بيخاف منها، بيشوفها منظرها غريب عليه. هو بيتعلم النهاردة ازاي اصلا يحب الحصان وازاي يطمن الحصان والحصان يطمن له. بالاضافة للتدريب بيمتد نشاط المزرعة لإيواء الخيول والاهتمام بيها في حالة انشغال اصحابها. قدرت سوكا انها تحقق حلمها بانها تفتح مزرعة الخيول، وده كان حلم كبير بالنسبة لها، لكن دلوقتي طموحها بيمتد انها تفتح اكتر من مزرعة عشان تعلم ركوب الخيل لعدد اكبر من المتدربين. محمد جمال، تنتفي.